اسمي سلام الرجال، ماجستير بعلم النفس العام من جامعة دمشق، مدربة تنمية ذاتية معتمدة من أكثر من جهة، مختصة بمهارات التفوق الدراسي أو صناعة التفوق الدراسي. اليوم لما نحن نحكي عن تفوق دراسي، فأول شيء بيخطر على بالنا هو العلامة التامة أو المجموع التام أو إني أنا أطلع الأول على دفعتي، على جامعتي، على صفي. ولكن بالكورسات اللي نحن حنحكي فيها عن صناعة التفوق الدراسي، نحن حنكون عم نحكي عن مفاتيح للتفوق الدراسي، انه نحن كيف نوصل لإله. طيب ما دام هو ما حيكون العلامة التامة، شو حيكون؟ لما نحن اليوم نجي نحجز تيكت بطيارة أو غرفة بفندق، فبيقولوا لنا انه نحن بدنا الدرجة العادية ولا بدنا درجة الفي اي بي. اللي معهم مصاري أكثر هن اللي بيروحوا على الفي اي بي وبيدفعوا له أكثر. فينا نقول انه النجاح هو هي الدرجة العادية، ولكن انك تتفوق وتحصل على التفوق الدراسي هو هي درجة الفي اي بي. مالك محتاج انت تدفع مصاري اكثر لتوصل لإله، انما محتاج تتبع اساليب فعالة اكثر، سواء بالتعلم، سواء بطريقة استقبال المعلومات، بطريقة فهم المعلومات، باتباع طرائق بتتناسب مع ذكائي. انا ذكائي لغوي اجتماعي، سواء انا شخص بصري سمعي، في طرق مناسبة لإلي اكثر من غيرها. ممكن انا اكون معتمدة طريقة لعدة سنوات وهي طريقة خاطئة ما عم تجدي معي، عم تأثر على انجازي او عم تأثر على راحتي. فنحن بدنا نعرف كل هدول القصص يلي هن بالنهاية بيوصلونا لمرحلة الفي اي بي. بالنهاية نحن فينا نقول انه التفوق هو ما له شيء مستحيل، هو ما له معجزة، انما هو مهارة يمكن اكتسابها.